قاعدين فعلا ماتش يا ماتش يا اخبار يعني مقلين جدا في الرجاله اللي تايمه قاعدين بيتكلموا. انتوا عايزين الرجاله تعمل ايه وانا اقول لهم؟ ايه الوسط اللي يخلي الرجاله تعمله؟ يا اما نايمين يرجع كده يتكلم زي ايام الخطوبه. ايوه قبل الخطوبه قول يا والنبي خدوا بالكم العريس اللي جاي اللي العسليه يبقى دي مواصفات يبدا يرجع يتكلم زي ايام الخطوبه. مش عايزين ارثى، مش عايزين ارثى. انا مع المرأة. مع المرأة؟ ايوه مش عايزة. تمام مع المرأة برضه ايه. فاكرة الست نونة كانت بتقول ايه؟ ايه بتقول يا ست نونة؟ نوسة ولا قصدك على نوسة هنيدي؟ نوسة. ايوه ايوه ما ناخدش منكم الا حلقة الدقن. ما ناخدش منكم يا اخويا غير حلقة الدقن. جدع بحبك انا. بصي وانت مركزة زي الفل صح كده؟ سامع يا عم عمار موضوع الدقن. هو عندك دقن كبيرة يا عم عمار، هنعمل فيها ايه؟ هنعمل فيها عمار يا مصر. هي قالت ما بناخدش منكم النصر عمار النصر. يا عيال ده دقنه قد كده احنا طلعتني على مصر على طول المقدمة. بص انتوا زي الفل، اقعد في البيت ما تعملش حاجه. انت بتعمل ايه؟ انت عايز ايه؟ بسم الله ما شاء الله، ده شباب جورج كلوني. بسم الله ما شاء الله عليه. الله يخليك. بسم الله ما شاء الله، ده هو ما بيحسدش. ايوه ربنا يخليك.